إشارة إيجابية ترسلها ساكنة وزوار عمالة المضيق الفنيدق في صورة تعكس وعيا بضرورة التقيد بالتدابير الوقائية سواء بالشاطئ أو بمحيطه. الكبير قبل الصغير يضع الكمامة ويتجول بأريحية أمام أعين السلطات المحلية التي تراقب الوضع لضبط أي مخالف لقوانين حالة الطوارئ الصحية. الناس اللي ما كيديروش الكمامة كيشكلوا يعني خطورة علينا وعلى العائلة ديالنا وعلى المجتمع المدني ككل. خصنا نديرو الكمامة ضرورية ونتعايشو مع الوباء وضروري من الكمامة باش ما يكونش خطر على المجتمع وعلى وليداتنا وعلى الأمهات ديالنا وعلى كل شيء. المضيق واحد منطقة سياحية بامتياز، كنحاولوا ما أمكن نوعيو المصطفين بصفتنا كجمعويين. حملات تحسيسية يوميا، كنجيو دائما يوميا بتوزيع الكمامات وتعقيم اليدين وتوعية الناس بارتداء الكمامة بصفة رسمية إلزامية. كذلك بالنسبة للمصطفين ملي كيساليو من البحر ديالهم كنحاولوا ما أمكن نوعيوهم بهاد جائحة كورونا ويرتديوا الكمامات يعني بشكل منتظم ملي طلعوا من البحر، يساليو ضروري ارتداء الكمامات. مدينة صنفت ضمن منطقة التخفيف رقم واحد بفضل الالتزام المتواصل للساكنة والزوار المسموح لهم بالتنقل الحاصلين على الرخص المسلمة من طرف السلطات المحلية التي تبذل بدورها مجهودات كبيرة تستوجب أن يكون المواطنون على وعي كبير بالخطر الذي يتهددهم في أي لحظة. والسبيل الوحيد لمواجهة هذا الخطر ودفعه هو والالتزام الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية المقررة.